صباح الخير. فكره جديده من اوروسكوب بقدم لكم اياها عبر شاشه الام تي في، على امل تكون حملتكم مع كل الاخبار الحلوه مع ابراجنا ال12. خلينا نشوف كيف حظ برج الحمل لليوم. مهنيا ما تتراجع عن قرارك بالمغامره وبتنفيذ شغل خاص لك حد شغلك الحالي، اما عاطفيا عم تفكر بالارتباط الجدي وخاصه انك مرتاح كثير مع الشريك. الثور، مهنيا حاول يكون اليوم رايق وهادي بتعاطيك مع الزملاء تما تفوت بنقاشات ومشاكل مش بوقتهم، اما عاطفيا بتقدر اليوم تتصالح مع الشريك وترضيه بعد ما كان في سوء تفاهم بيناتكم. صحيا بتسترجع نشاطك وحيويتك وبتحس انه صار فيك تكمل واجباتك يلي كنت مقصر فيها بالماضي. الجوزاء، مهنيا ما تتكاسل بشغلك وتلتهي عن واجباتك، بهالطريقه رح تخلي الكل يكون عنك فكره غلط. عاطفيا اللقاءات بالحب رح يكون احلى من اللي راح بكتير، انت والشريك رح تتحسن علاقتكم ورح تتخطوا كل المشاكل اللي مرقتوا فيها بالماضي. صحيا اهتم بصحتك هذه الفتره اكثر من الايام الماضيه لانه الامراض عم تكتر نتيجه الطقس المتقلب. نوصل لبرج السرطان، مهنيا لانك شخص طموح كثير وبتحب شغلك عم تتقدم بشكل سريع وكثير بطريقه بسرعه وناجحه، اما عاطفيا حنيتك للماضي عم تاثر على العلاقه يلي انت فيها هلا وهذا الشيء رح يسبب لك مشاكل، جرب افصل بين الماضي والحاضر. الاسد، مهنيا ما تنطر انه تتحسن الامور لحالها بلا ما تعمل انت اي مجهود، فاشتغل على حالك تتوصل لهدفك، اما عاطفيا حاجتك للحبيب اليوم رح تجبرك على تغيير طريقة تعاملك معه، فالفترة الماضية حملت كتير من التوترات. صحيا استعمل المسكنات الطبيعية تتريح معدتك من النعنع مثل النعنع واليانسون. منكمل مع برج العذراء، مهنيا لازم تستغل الفرص والحظ يلي هلا الى جنبك كرمال تتقدم بشغلك وتنجح بالمشاريع يلي سلمتها مؤخرا، اما صحيا مشاكلك الصحيه مش بحاجه لطبيب بس انت بحاجه لتنظيم وقتك ونومك ويكون اكلك صحي. الميزان، مهنيا حركة الكواكب رح تخليك تكون إنسان ناجح وكنشيط وكلك حيوية بعملك، عاطفيا هضمتك بتخليك محط إعجاب وتقدير بالنسبة للشريك ورح تتقربوا من بعضكم أكثر. صحيا انتبه من قلة الحركة وحاول إنك تشترك بنادي رياضي تتمرن شوي جسمك وتحركه أكثر. العقرب، مهنيا التأخير بحل المشاكل والنزاعات بين الزملاء ممكن تأخر لك تقدمك وتعرض سمعتك للخطر، عاطفيا الاهتمام بإطلالك بتجذب الشريك لإلك ورح تقربكم من بعضكم، أما صحيا أنت بأفضل حالاتك اليوم. القوس، مهنيا الأفضل ما تاخذ أي قرارات مصيرية اليوم ولا تمضي على عقود مهمة، عاطفيا بتطور علاقتك مع الشريك خاصة بعد السوء التفاهم يلي صار بيناتكم ويلي بسببه رح تجربوا قد ما فيكم تحلوا المشاكل تتقدم العلاقة بطريقة صحية أكثر. صديق الجدي، مهنيا ما تستخف بالمسؤوليات يلي موكل فيها لأنه أي غلطة ممكن يستفيد منها منافسينك، حاول أنه تلاقي السبب الحقيقي كرمال تفوز بقلب الشريك لأنه بالماضي مرقتوا بكتير مشاكل بعدتكن عن بعض. صحيا جنب العصبية الزايدة قد ما فيك لأنه يمكن تصرفاتك تبعد المحيطين عنك. الدلو، مهنيا الحماس بالشغل ممكن يسبب اخطاء كثيره وبالتالي مشاكل، فبنصحك تاخذ وقتك وتخفف من هالحماس. عاطفيا الكل عم يشتغل عليك كرمال انك تفوت بعلاقه جديه ويضغط عليك، فجرب فكر بالموضوع لانه لك فتره لوحدك. صحيا الطقس المتقلب عم بياثر سلبا على صحتك فانتبه وكل الفواكه والفيتامين سي قد ما فيك. مننهي مع الحوت، مهنيا الانطباع الاول يلي بياخده عنك المسؤول بالشغل هو يلي بقيمك ويساعد على تصنيفك من بين الزملاء، اما عاطفيا تعمل مع الشريك بواقعيه وبسلاسه فالامور بيناتكم صايره متشنجه وما بتحمل مشاكل. صحيا الخفه والرشاقه هن مفتاح السعاده بالحياه، فحاول انك ما تحرم حالك من بعض النشاطات بسبب وزنك الزايد ونظم وقت ونوعيه اكلك. أما مولود اليوم، من صفاته شخص عاطفي محب ومهذب، عنده أسلوبه المميز بالإقناع لكن بطريقة دبلوماسية، الحب من أولوياته وبيعرف كيف يتعامل مع الشريك ويعلقه فيه. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا لليوم، ما تنسوا تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscope@hotmail.com وإذا عندكم أي أسئلة أنا رح جاوبكم عليها. بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب.